باشا ام عمر. الو، يا ام عمر، السلام مضاف عليكم. اليه مجرور بالفتحه. عمر، قولي يا اختي. انا والله انا بكلمك وانا جسمي كله بيترعش. ليه يا اختي؟ انا واحده متجوزه بقالي 5 سنين، اي متجوزه راجل يتقال عليه ملاك، الله عايشه معاه اكبر، الحمد لله رب العالمين في كل خير يزيده واللي زيه. الحمد لله. ليه اهلي يا سيدنا الشيخ، يعني انا مش قادره اوصف لك، انا بخدمهم خدمه العبيد، اللي يعي اشيله، اللي تعبان اخدمه، طب ليه عبيد بس؟ ليه عبيد؟ احنا عشان انا بسمع شتمتي بودني وبسكت، من بسمع اهله؟ شتمتي من بسكت اهله؟ عشان خاطر جوزي. من ايوه، اهله؟ شرفي خاطر. ويتكلموا فيه، العرض ويتكلموا فيه، كل حاجه اهانات ملهاش اول من اخر. طب مش جوزك حلو اهو بتقولي؟ طب بس اهله، ما انا يعمل، دلوقتي استني يا بت، ما اتفضل. يعمل ديفنس امال ويحشهم عنك. ما بيعمل، وبخاف يكون اهله بيغضبوا عليه بسببي. لا، امي ما هو ما يقلش ادبه يا بنت، ما هو في ميزان. هو عشان خاطر يحشهم عنك هيحشهم والله قلة ما ادب بيقل يا ادبه، حبيبتي؟ يا هو حبيبتي يا ام عمر، مطيع يا ام طاعة عمر، يا عمياء. ام عمر، هو احنا فاهمين برضو، ما هي الدنيا كده. هو احنا فاهمين علشان جوزك يحوش، حوش صاحبك عني، كان في بنت بتغني كده، حوش اهلك عني يا ابو عمر. عشان ابو عمر يحوش اهله عنك لازم بالدراع والفتوات ولا اللي لا، انا لمجرد ان يقول بالحكمة يا لها يا اختي، جماعة دي انسانة بالحكمة كويسة، والموعظة الحسنة. يا جدعان انا والله بقالي بالموعظة الحسنة، اقسم بالله بالموعظة الحسنة انتوا ساكنين في وبالادب. بيتهم يا ام عمر؟ انا دلوقتي هكون معاهم في شقة اللي جنبهم. لا يعني انت ساكنه معاهم؟ لا، انا كان ابوه مريض وكنت بخدمه، سبت بيتي لا واهلي. يعني انت لما دخلتي قبل عمر وقبل لا، الخلفه كنت في بيت لوحدي. في بيت لوحدك، شقه لوحدك، كنت عايشه وانت انا واحده ساكنه في مصر واهلي في مصر، واتجوزت جوزي عن قصه حب كبيره، كبيره ورحت عشت قوي، معاه في دمياط. كبيره قوي. اوكي، ورحت ايوه عشت معاه في دمياط، ايوه ومن اول يوم اتجوزته فيه ها شتايم وبهدله واهانات، وعمري في حياتي ما رديت عليهم، شاطره اقسم بالله، شاطره عشان خاطر انا بحمد ربنا ان هو بيروح يقول لي ما تزعليش يا حبيبتي، دي شاطره عندي بالدنيا. شاطره. اوكي، انا يا فندم دلوقتي وصلت لمرحله اني ما بقتش قادره استحمل، طب شعري يقع بقى، بيجي لي اضطرابات نفسيه من كتر القهر اللي انا فيه. انا وصلت لمرحله ان انا طلبت منه ان يبقى التعامل بيني وبينهم السلام عليكم وعليكم السلام، ما فيش غير كده، مش الا عايزه اذا زي اكتر. ما قلت. استني اهو وانا هختم كلامك باللي انا اقوله ده، هي السلام عليكم وهواريو، ولو ما فيش هواريو وقفت عند السلام عليكم زي الفل، الا اذا ايه، واحد وقع وشفت جوزك مش قادر يشيله، جوزك انت بتساعدي جوزك، ادي الحقوق يا ناس، ادي الدنيا اللي مش كده، الدنيا اللي كده. الراجل ده متجوز الست دي له، انا لما بعلن اشهار في كاتب الكتاب او المأذون، انا مش مأذون، بس ساعات تقول تعالى قول لنا انت الخطبه والاشهار زي ما عملت مع ابن احمد دي، ده واخويا ليحيى ربنا يبارك له. قلت ايه؟ قول له يا يحيى قبلت زواجها منك لنفسي مش لبابي، مع ان ابوه كان قاعد منور جنبه وفرحان بيها، الله يتم عليهم يا رب، وانا بقرا الفرحه في وشوش الناس. بس ليه؟ قلت له انا اقول يا يحيى وقبلت زواجها لي وبابا ولا ماما حتى، وانا ما شفتش ماما يحيى حتى يوم، وهي اختي وغالي عليا، لنفسي او فور ماي سيلف اولي اولي. لا، ليس معنى كده انها تركبهم او تقل ادبها، لا، الواد اتجوز، يعني الواد جاب له زوجه، يعني الواد بقى اتنين مش بقى اربعه بينا، يعني لو اب وام والواد، والواد ده اتجوز، ما يقولوش احنا بقينا اربعه، يقولوا ابننا اتجوز، يعني بقى جوز، بقى اتنين بالبت دي مش بينا، خلاص يعرفوا كده، يسيبوه بقى يتهنى ويخطط لحياته ويقول لها يا حبيبتي مش معلش من الاذى، لا هتطلبي ايه تاني يا اختي غير العويس ام 26؟ اجيب لك حته كبده حلوه تحمريها بالليل عشان يمكن نجوع، ويعيش. وهم يا على الاهل بقى اللي هم مش كده، لما يلاقوا الفرحه يسجدوا لله شكر ان وفقهم لكي يعيشوا حتى يروا ولدهم يمضد كل ما فيه بآيات السعادة. عايزين الأب والأم مين